نرمين، صرنا بنهاية 2022، قد ايه اليوم نحن مرقنا بظروف، ثغرات، مشاكل، يمكن مطبات قديش مطبات، قديش نحن اليوم على 2023؟ نحكي لياتنا اليوم، جميع الناس دائما بيكون عندهم احلام وطموحات انه حيبلشوا بال 2023، يرسموا خطط ومشاريع ويقولوا انا بدايه هاي السنه رح اكون عوض عن الشيء اللي صار بال 2022، ولكن دائما في نقطه نحن بنتناساها، انه نحن بيكون عندنا مشكله بحد ذاتها داخلنا، يعني فنبلش نغير بحياتنا ونلاقي نحن رجعنا فشلنا. دائما التغيير ببلش من الذات. صحيح رشا، مثل ما قلتي بنسمع كل الاشخاص بيقولوا بدي بلش بدايه جديده، بدي اعمل، بدي اسوي، بحطوا هاي الاهداف. اي عندك هاي كل بدايه سنه جديده تحطي؟ لا انا بمشي على التوكل. التوكل. فبنلاقي هيك اشخاص بينوا، ولكن بتلاقي ما عم يعملوا شيء ليطوروا حالهم ليقدروا يحددوا بالضبط هنن شو بدهم. يمكن بيفقدوا هنن شيء بيتسمى ضمن عالم المهارات تنميه أو الوعي الذاتي، كيف ممكن هن يتصلوا مع نفسهم، كيف هن مثلا يعني يروحوا حالة التشتت والإحباط اللي موجودين. دائما التركيز مهم بهي القصص بوضع الأهداف. يعني أنا بحسد الأشخاص اللي بيحطوا هاي المشاريع، أنه أنا هاي السنة عندي 1 2 3 4، يعني فأنا بخاف من هاي القصة أنه دائما بيكون في إحباط، ممكن في ناس تتأذى بهاي القصة. فكتير مهم اليوم المهارات والوعي الذاتي يكون حاضر بحياتنا. صحيح. كيف ممكن إحنا نحقق هذا الشيء؟ كيف ممكن إحنا نوصل لمرحلة الوعي الذاتي؟ أكيد رح يكون له خطوات رح نمشي عليها، وهي التفاصيل رح نحكيها مع حلا الشيخ مدربة التنمية الذاتية. يسعد صباحك. صباحك يا رب. صباحك جميعا، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير يا رب. بخير. مبتسمة حلا، حاطة اليوم خطة، حاطة الأهداف ومركزة وجاي بيحكي عنها كمان. طيب قبل ما نروح للأهداف وإن شاء الله هيك تتحقق أمنياتك وأمنياتنا، خلينا نحكي اليوم وقت بنقول مصطلح الوعي الذاتي، نحن بحاجة لتبسيطه أكثر كرمال يوصل لك الحد عم يشوفنا. مثل ما عم بتقولوا انتم، نحن هلا صرنا بنهايه سنه ومقبلين على عام جديد، وبلش الخطط والاهداف ويلا بدنا نعمل وبدنا نساوي، وما في بنفوت بفتره نحن نتحمس كثير. اوكي، والفكره كثير حلوه، يعني ممكن نمشي يوم يومين نرجع مثل ما كنا واسوأ. عم نجهل مهاره هي اسمها مهاره الوعي الذاتي. شو يعني الوعي الذاتي؟ هي قدره الشخص بانه يكون بيعرف نفسه وفهمان نفسه صح، يعني توجيه التركيز نحو الداخل. يعني انا فهمان افكاري، فهمان مشاعري، واهم شيء لما انا بدي احط اهداف فهمان انا وين، مكاني وين، لوين بدي امشي لبعدين، شو الشيء اللي بدي اوصل له. هي فالوعي الذاتي هو مهاره تمكن الشخص من معرفة نفسه، معرفة إمكانياته، قدراته، الوعي لمشاعره، الوعي بدوافعه، شو الدافع اللي عم يحركه إنه هو يقوم بالتغيير، الوعي لردات أفعاله، الوعي للطريقة اللي هو بده يمشي فيها، في طرق تنجح مع ناس تفشل مع ناس ثانيين. وهنا هون بيجي بقى عندنا نوعين نحن من الوعي الذاتي، عندنا وعي ذاتي بيكون يعني قدرته عند الشخص منخفضة، وفي أشخاص عندهم وعي ذاتي عالي. الأشخاص اللي عندهم وعي ذاتي منخفض دائما تركيزهم على الخارج، على المحيط قصدك؟ دائما على المحيط وعلى الخارج وعلى الظروف، ودائما عندهم اسباب وبالقاء اللوم على الظروف وعلى الاشياء اللي ما عم تخليهم الانسان يحطوا اهدافهم ويحققوها، فدائما بفوتوا بحاله من التشتت والضياع. وهذا الشيء بيؤدي انه هم بيصيروا دائما يعني انفعاليين، وبيلبسوا قناع المهاجم العنيف دائما، واي اذا بيسمعوا بس سيره الاهداف والتخطيط او شيء بخص الوعي انه كلا شو رح يجينا من هذا الحكي، و يا دوب خلص خلونا بحالنا منيح، وبيهرب وبيدافع يعني عن الحاله اللي هو فيها يعني. والاشخاص اللي عندهم وعي ذاتي عالي هن الاشخاص اكيد الواثقين بنفسهم، الاشخاص الواعيين لحالهم لمرحلتهم، عارفانين شو بدهم وعم يرسموا الخطه وماشيين باتجاهها، يعني في سعي داخلي وخارجي. اما الوعي الذاتي المنخفض هو مثل حدا ركب بالسياره ومشيت، لا عرفان وين رح يروح ولا لوين رح يوصل ولا عرفان حتى اذا وصل. هذا اتهام لك كونه قلت لك انا بمشي على، لا مو اتهام، لا في فرق بين النية. انا بمشي على النية، حلوه النية ومطلوبه، بس كمان نحن بحاجه تركيز لانه المشتتات بتكثر، فاذا ما كان عندي وجهه اني اوصل لها بتعرف الحياه بتمشيني، وين ما بتحطني يلا. كثير بنسمع هيك عناوين رنانه مثل اعرف نفسك، طريق لمعرفه دوافعك الى اخره. تماما. فكيف الواحد ممكن عن جد يحقق هذا التواصل الداخلي؟ يعني نحن بحاله بحس بعض كثير من الاشخاص بيكونوا بحاله تشتت، حتى مو قدرانين يسمعوا افكارهم يحددوا شو بدهم، وبنسمع كثير مصطلح ما بعرف شو بدي. صح. طب هدول الاشخاص كيف نحن بنقدر نساعدهم؟ شو الخطوات لازم يمشوا عليها؟
صح مثل ما قلتي انه اعرف نفسك، يعني هي اول شغله بدي، هي نعتبر بديهيات المعرفه بالنفس اللي الناس اليوم بتجهلها، وهي عم تسبب فشل بالعلاقات. انه انا شو بحب، هي شغلات بسيطه، شو بكره، شو بيزعجني، شو ما بيزعجني، شو بيناسبني، شو ما بيناسبني. هذا الاتصال الداخلي مع النفس ومع الذات بخليكي تنجحي بعلاقاتك، تنجحي بحياتك، تكوني اكثر ابداع، اكثر انجاز. حتى لاحظي نحن اليوم بيجوا لعنا بجلسات الكوتشنج، اول سؤال بساله للشخص انت قل لي شو بدك لنحط نقطه بدايه. ما بعرف اذا انت ما حددت شو بدك، انا مين بدي اعرف شو بدك؟ يعني مين بدي اعرف شو داخلك، شو دوافعك انت، وين حابب توصل؟ فمعرفه النفس اهم شيء، في كثير خطوات نحن بنقوم فيها لحتى نعرف النفس. اهم شيء في عنا الناس نحن اليوم اني انا مثلا خوض تجارب جديده، تجربه جديده هي بتخليكي تكتشفي نفسك اكثر، بتعرفي انت وين نقاط ضعفك، وين نقاط قوتك، شو الاخطاء اللي وقعتي فيها، شو الشيء اللي انت مثلا هالمره تصرفته هيك المره الجاي ما لازم اتصرفه. نحن هون بهي القصه الناس في شغله واقع فيها هي منطقه الراحه، هي عايشه بخطر منطقه الراحه. منطقه الراحه هي منطقه انا اعتدت وتالفت معها، يعني انا شيء كل يوم بساوي فخلص اعتدت عليه، حتى لما بدي اجي اطلع منها بحس انه لا في شيء عم يشدني لورا، ماني قدران اني ارجع. وهي السبب اليوم لما الناس بتحط اهداف وبتحط خطط وبتنوي انها تغير وبتنوي تعمل شيء، هي بتستمر يمكن اسبوع اسبوعين، ما هي انت كنتي بشيء وعم تغادري منطقه الراحه، انه انت كنتي فيه وعم تكسريها لتفوتي على منطقه راحه جديده. طبيعي البدايه تكوني خايفه، صعبة، متوتره، صعبه، مثل كانه حدا عم يمشي وهلا عم يتعلم المشي، خطوه هيك خطوه هيك لحتى يتوازن بمشيته. فانا بدي اكون واعي اني عم غادر منطقه راحه يعني. طيب حلا كرمال ما خلينا نظلم فئه من الناس، ذكرتي نقطه ما بعرف انا ماني كثير معك فيها، تبعت الاشخاص انه بيكون عندهم الوعي الذاتي منخفض، انه بيحطوا اللوم على المجتمع او الظروف، ولكن احنا من تجارب شخصيه يمكن انت مرقتي فيها، كثير كان في مشروع ببالنا او قصه حابين نعملها ودخلنا بطاقه كثير حلوه واندفاع حلو، ولكن الظروف ما ساعدت، في ناس حواليك هي عايشه كرمال تحبطك، كرمال تكسرك، كرمال تفشلك. يعني نحن اليوم بدنا نعترف انه نحن مو دائما هذا الشخص بيكون عنده انخفاض ذاتي، كمان المجتمع له دور اليوم. صح، شو رايك؟ اوكي معك انا بهي الفكره، بس انا هون شو بقول، الشخص اللي بيركز على الشيء عن جد واللي بيحطه مثل الضوء قدامه، قد ما طلعت المشتتات وقد ما كان في ظروف معيقة أنا بقدر أوصل لهذا الضوء ولو بأقل الظروف المتاحة إلي. يعني نحن اليوم في كتير عنا وسائل، مثلا نحن أنا بحس اليوم الجهل والعلم هو اختيار، يعني اليوم اليوتيوب متاح، منصات متعددة، الموضوع اللي بتحبي أنت اليوم بتحطيه على جوجل وبتبحثي عنه، صح؟ هي بإيدنا ومتاحة اليوم، الموبايل بإيدنا. بتلاقي الأشخاص عندهم مشكلة، أول شيء عملت شيء؟ لا والله. طيب فكرت تحل هاي المشكلة؟ لا والله. طيب ليه؟ الناس ما يعني الناس هي معملك متعودة هاي القصة على حالة من اللوم، متعودة انه انا دائما يعني بدي القي اللوم يا على الظروف يا على المعيقات. وهون بيختلف تركيز الناجح والفاشل، الناجح بيحط الهدف كضو وبيمشي عليه، بس هون كمان الشخص اللي عم تتعاملي معه بدنا نرجع للبيئة العائلية والظروف النفسية. تمام، رح تواجهوا ظروف، اوكي رح تواجهوا ضغوطات، انا هون رح يكون اكيد عندي وعي اني اقدر اتعامل مع هي الضغوطات، بس بحيث ما تمنعني، هي ممكن تقيدني بس انا هون رح اتعامل معها بحيث انه دائما بدي ارجع احفز حالي وذكر حالي انه انا في عندي هدف بدي اوصل له، ويوما ما رح هنن يزفقوا لي، ومثل ما انا وصلت هنن رح يقولوا لي انه انه يعني بيامنوا فيني عن جد، وانه انت وصلت وبرافو عليك، انت مثال للنجاح، يعني بكل هاي الظروف قدرت توصل تعمل اللي بدك اياه، فراح يحفز يعني الاخرين اكيد. خلينا هيك كونه عم نحكي عن انخفاض الوعي الذاتي، شو هي الدلالات نرجع ناكد عليها، كيف فيني اعرف انا اذا عم عاني من انخفاض وعي ذاتي او حدا محيط فيني عم يعاني من هذا الموضوع؟ هلا في كثير دلالات، اول شيء انه هو الشخص ما بيعرف حاله، يعني شو اقل 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 تفصيل اختيارات، شو بتحب تاكل، شو بتحب تشرب، ما بتفرق معي اللي بدكم اياه، هي شغلات بديهيه تعتبر بس هي كثير بتعمل فجوات بداخل النفس. ما بيعرف ياخذ قراراته، دائما منقاد للاخرين، شخص ما بيعرف يتصل بمشاعره، وعي بالمشاعر كثير مهم، واليوم قلنا مشاعر عم تحركنا بكل تحركات حياتنا. صحيح، شخص عنده فقدان الاحساس بالهويه، شخص انفعالي دائما لابس قناع المدافع العنيف، شخص اكيد ما بيعرف يحل مشاكله، دائما بيحاول انه بده الناس هي تحل له مشاكله، شخص ماشي بحالة تشتت وضياع، ما عرفان شو بدي ولا عرفان وضح حالي ولا وصل حالي، انه وصل انه انا شو بدي للناس الاخرين. ونحن خصوصا بالعلاقات يعني بنخسر علاقات وبتنتهي علاقات كرمال انه انا ماني قدرانه وضح شو بدي من هذا الطرف. نحن كثير هي النقطه هي بتلعب دور فشل بالعلاقات، وفي كثير دلالات يعني، بس هي اكثر شيء نتائجه بالحياه
بتعكس له انه انت عندك وعي بهذا الموضوع او لا. طيب هلا الشيء اللي ذكرتي الاشخاص صفاتهم، هدول الاشخاص اذا رجعنا، انا قلت لك النقطه بس ما ركزنا عليه، اذا رجعنا بالتاريخ والذاكره بنلاقي انه هن مرقوا بضغوطات نفسيه وصلت هذا الشخص اليوم يكون اعتمادي. انا اعتمد على نيرمين انه تعمل لي هي القصه، ليك شافت حالها نيرمين بس اعتزت بحالها. حدا ياخذ عني القرار. اليوم عم نرجع للاهل للمجتمع اللي ربى. اليوم انتم وقت اللي بدكم تعملوا خلينا نقول تقويه للوعي الذاتي، المفروض تعالجوا هدول الثغرات قبل ما نبلش الخطوات ثقل الوعي الذاتي، صح او لا؟ هلا مو بالضروره اني عالج، يعني مثل انه الواحد بيقول لك انه بده يبلش يبني حاله فبده يروح ينظف السابع كله لحتى يبلش يبني حاله، لا انا اوكي انا رح حطيت النيه ورح امشي بهذا الطريق، فانا العقبات اللي بتطلع لي بعالجها، غير هيك انا ماني مضطر اطلع لورا وعالج امي وابي واخواتي. العقبات اللي بتطلع لك بموضوع التطوير تمام، في عقبات بتطلع اوكي، بس هي هلا هون انا كيف بدي اكتشف نفسي لو ما طلعت لي هي العقبات؟ نحن عم نحكي عن وعي ذاتي، والوعي الذاتي الوعي الذاتي اني انا بدي اكتشف نفسي، اكتشاف النفس بيكون انه انت تنحطي بظروف او تتعرضي لتجارب او لعقبات انت كيف رح تتعاملي معها؟ كيف كان تفاعلك معها؟ قدرتي تتجاوزيها ولا لا؟ شعرتي باليأس وخلص تخليتي عن هدفك، تخليتي عن حلمك وانه استجبتي له؟ هون بقى بيصير اكتشاف النفس بهي العقبات. طيب خلينا نحكي خطوات عمليه اليوم عن استراتيجيات وطرق بتساعدنا لنطور ونرفع الوعي الذاتي عنا. اول شغله المسؤوليه الذاتيه، انه الشخص قبل ما يلجا للاخرين بس يقعد هي القعده مع حاله ويتواصل مع نفسه ويفهم حاله عن جد، يعني انه انا قلنا نبلش بالبديهيات اللي هي كثير بسيطه، انا شو بحب؟ شو بكره؟ شو بختار؟ شو بحب اني اعمل؟ هي شغلات كثير بسيطه وبديهيه بس تاثيرها لبعدين كثير كبير. لانه بتاثر بصنع القرارات، بتاثر بالاختيار، بتاثر بالاختيارات اللي انا بدي اختارها. ثاني شغله بدي خوض تجارب جديده لحتى اكتشف نفسي، انا ما فيني احكي عن شيء ماني مجربته. ثالث شغله بدي نوع، بدي نوع بالثقافات، بدي اقرا كتب، بدي اختلط بناس، شغلات انا مثلا كانت بالنسبه لي انا لا ما بساويها، لا بدي روح جرب وساويها. وكمان حضور دورات، قراءه كتب، برمجه العقل، انه كمان في كثير انه يخضع لدورات، مثلا انه ليش الواحد ما بيروح يحضر كورس مثلا عن التطوير والوعي الذاتي؟ حلو. وترجع بقى هي لك لكل شخص، لانه كل شخص برمجه عقله بتختلف عن برمجه عقل حدا ثاني. يعني طيب هلا خلينا نحكي عليكي بشكل شخصي، اليوم حضرتك مدربه تنميه بشريه وإلك دور كثير كبير بهي القصه، يعني اليوم خلينا نحكي عن الخطوات الشخصيه او كمدربه اليوم وقت تحبي تساعدي حدا بهذا المجال تطوري له الوعي الذاتي عنده، شو القصص اللي بتلعبي عليها او يعني بتزيدي كثير التركيز عليها؟ هلا اول شيء بدي انا اعرف هذا الشخص شو نمط تفكيره لحتى اقدر بلش معه بدايه صح. ونحن اليوم انت بيجي لعنا الشخص اكيد بيجي لما بيكون واقع بمشكله صح. او عنده مثلا مشكله بناحيه من نواحي حياته، فهون البدايه بتكون، انا ما فيني اقول لشخص منين بدايته، لانه كل شخص مشاكله بتختلف عن اي شخص ثاني، فانا الشخص البدايه بتكون من اكثر مشكله عندك اياها اليوم بحياتك ومسببت لك انه عقبه تعتبر كبيره، بيجي لعندي هو بنطرح هي المشكله نحن، وبصير انا ضوي له الضوء، انا ما بعطيه حل، انا بخليه هو يكتشف الحل، لانه اصلا الحل هو موجود بداخل كل حدا، بس نحن اليوم كثره التشتت والتخبط بتخلي الانسان بعيد، يعني الحل ممكن يكون قدامك بس انت مو منتبهتي له. فأنا بساعده إنه هو كيف يكتشف هذا الشيء وكيف هو يحط حلول لنفسه، وأهم شيء يعني كمان إنه هو إذا عنده إرادة ونية بهذا الشيء ولا لا. يمكن هي أحسن نقطة وأقوى نقطة، الإرادة تماماً يعني. والنية إنه أنا جاي لحتى حل وجاي لأنه بدي أتطور. هلا بدنا نتشكر وجودك لليوم. شكرا كثير. ودائما نحن بآمنين بنآمن بنقطة إنه أي حدا بيحلم بشيء وبضل مصر عليه حيوصل ولو بعد سنوات أكيد. يعني فصباح الإرادة هيك إن شاء الله والإنزال والطاقة الحلوة. شكرا لوجودك. شكرا كثير لكم. أهلا وسهلا. شكرا كثير لك ولكل الطاقة الحلوة اللي منحتي لها اليوم. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا عليكم يا رب. شكرا كثير.